you <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا تسمعوني أكدوا لي بارك الله فيكم شهيق زفير نعمنا شهيخ زفير النت عندي شوية خربوطي أحسن إن شاء الله يتعدل بس اعداد الناس اللي داخلين جدا قليل وما عجبني الموضوع لكن يلا ان شاء الله بتزيدوا أه تسمعوني يا شباب يا حبايب هل تسمعوني بوضوح النت أه عندي بطيء ويتقطع وعسى ان شاء الله نقدر نكمل عندنا ساعه نشتغل فيها جميل اهم شيء الصوت واضح أه باقي الصورة الصورة تتقطع عندي كثير عسى نقدر نكمل بس خلينا نعدل الضوء شوية ايوه كذا افضل ممتاز ممتاز أه ما دامنا الكل يسمعني أه دقيقة بس اتأكد من النت لانه جالس يضرب على اللون الأخ الأحمر، ينزل أصفر، ويزيد أخضر، ويتقلب جالس ما عاجبني، فان شاء الله ما يكمل على هذا الوتيرة، وعسى إن شاء الله يتعدل، أو ما ينزل أقل من هالسرعة اللي جالس أشوفها الحين في الكمبيوتر، ال البتريت مقلل عزيزي، مقلل كثير يعني. المفروض هو 2500 في الانستغرام اللي قبله بطريقه زينه والبرنامج اللي استخدمه كذلك بس انا مقللنا من 500 لألف يعني اقل بكثير من الجوده المطلوبه ونفس الشيء اللي هو اذا تذكر شيء الثاني نفس الشيء مقللنا من 1080 الى 720 و امور طيبه ان شاء الله انا ببدا على طول آه لأن الوقت يداهمنا والناس آه في ناس عليها دوامات ونفس الشيء تريد تستفيد من كل كلمة اقولها آه انا حاط سكرين بطريقه طوليه ونفس آه الشيء معطينكم مساحه تحت عشان اذا حبيتوا تكتبوا ولا شيء آه ما بقرا التعليقات الحين لانه ما اقدر اشوف في كل مكان وفي نفس اللحظه آه براويكم شاشة البرنامج وكذلك شاشة آه صفحة البرنامج الحين بدخل عليها وبراويكم التفاصيل مالها ونفس الشيء البرنامج هذا آه اسمه لومينار آه بيبين عندكم ان شاء الله وكتبته كذلك في آه في, في البوستر اللي عملته آه والشيء الاخر آه حاط لكم كود خصم 10 أه من اخونا الكندي ما قصر بارك الله فيه تواصل معي أه عنده هو تعامل مع مع الشركه بشكل مباشر وان شاء الله حتى أنا نجيب من عندهم شيء في الايام القادمه أه العشرة بالمية هذا تسوي لنا تقريبا عشرة دولار او اكثر من تخفيض البرنامج ما غالي للناس اللي تحب تشتري البرامج وتقتني البرامج وتكون البرنامج لها يعني البرنامج سعره الحين تسعة وثمانين دولار أه برنامج عجيب يسوي شغل يعني من طراز ثقيل ونفس الشيء سهل جدا اللي تعود على برامج الهاتف الحين المتوفره في ان كان في ابل او في اندرويد البرنامج بنفس الفكره ضغطه زر يسوي لك الشغل اللي انت تريده يعدل لك الصوره مثلا اذا الشخص ينحف شخص ينظف الوجه كله بضغط الزر اللي حلو فيه انه يستلم الجوده بشكل جدا كبير ونفس الشيء يطلع لكم صورة بجودة جدا عالية أه برامج الهاتف بعضها أه يقلل من الجودة ونفس الشيء إذا كان عندك صورة صورة مثلا رو خام أه بحجم كبير أو من كاميرا الفلانية يمكن ما يقراها لكن في الكمبيوتر أه الوضع شوية مختلف وأفضل فمن كذا برامج الكمبيوتر أصلا شوية أغلى أه ما شوية أكثر أغلى من برامج الهاتف فبالتالي الجودة تختلف ونفس وال الشيء التعامل مع البرنامج يختلف هذا بشكل عام ونبدا جدا بسيطه عن البرنامج طبعا شركه سكايلوم من الشركات اللي هي طلعت بقوه في السوق في الفتره الاخيره وسوت لنا برامج يعني استخدموا فيها الذكاء الاصطناعي بشكل جدا كبير وخلوا الشغل اسهل بكثير في التعامل لان الناس تعودت على برامج الهاتف وتعودت على السرعه وتعودت على التاتش هذا ضغط الزر على طول يسوي لك التريدو فالظاهر هم ماشيين ورا هذا ورا هذه الطريقه براويكم شاشة البرنامج الحين بعد كذا بنروح على صفحة البرنامج الانترنت براويكم وين بالضبط كيف تشتري البرنامج وين بالضبط تحط الكود هذا وبكتب لكم الكود بعد شوية أو كذلك ممكن نكتبه في, في الكومنت ممكن تستخدموا وإن شاء الله يكون الناس تحب تقنين ممكن تشتري الحين يعني فهذا الله يسلمكم اللي هو شاشه البرنامج مثل ما تشوفوها الحين طبعا شاشه البرنامج هذه مقسمه بطريقه جدا سهله اول ما تسحب الصور تقدر تشوف كل الصور اللي سحبتها الصور الاخيره اللي سحبتها او ان تقدر نفس الشيء في بعض الديتيلز اللي موجوده فوق او بعض الاعدادات البسيطه جدا وعندك على اليمين ادوات اللي بتستخدمها بشكل دائم او بشكل دوري عندك ادوات اللي هي تستخدمها عشان تعطيك ذكاء اصطناعي وحدة تعدل الصورة بطريقتها الخاصة وأضافوا امور جدا كثيرة منها ممكن نضيف مثلا شكل طيور ممكن نضيف الناس اللي تحب تركب مثلا قمر تحب تركب اي شيء ثاني اعطوك هذه الامكانيه ورتبوا لك اياها بطريقه جدا سهله بس تضغط عليه وتختار المكان وتختار قوه التاثير وعلى طول هي تبين عندك من ضمن الاشياء الثانيه عندك ممكن تتحكم بالتعديل مثل ما متعودين انتوا تحكموا مثلا مثل لايت طبعا في ادوات كثيره شبيهه بالضبط على اللايت حتى مسميات الاداه طريقه عمل الاداه بتحسوا قريبه كثير من اللايت روم والكاميرا رول اللي هو فوتوشوب فبالتالي انتم ما بتضيعوا كثير لما تستخدموا البرنامج لانه جدا سهل البرنامج، وتحت عندنا هنا المكان اللي تحت عندنا ثيمز uh, او لوكس uh, اشياء جاهزه فاذا اضغط على الكلمه هذه لومينر لوكس اللي موجوده تحت بتظهر لي قائمه فيها uh, كل اللوكس اللي هم اوريدي مسوينها ممكن تعمل لك لوك خاص يعني اعتبره كانه بريست خاص uh, لك مثل برنامج اللايت فتضغط على الشيء اللي تريده مثلا اذا مثال بسيط عندي هذه الصوره انا بروح على مثلا لاندسكيب هنا بيطلع لي اللوكس اللي هي تختص باللاندسكيب اللي هم مسوينه في البرنامج فتضغط على اللوك اللي تريده وعلى طول بيعطيك التاثير والشكل اللي تريده آه شوفوا مثلا هذه الصوره ازال الـ الـ الشمس وغيره اللي كنت انا مسوينها واعطاك اللوك الفلاني فممكن تشوف من هنا مثلا هذا نص او ممكن تشوف قبل وبعد هذا قبل هذا بعد بضغطه زر يحاول يعطيك صورة جدا جميلة وفي نفس الوقت فيها عدة تأثيرات فكلها بتحصل تأثيرات موجودة في هذه الأماكن اللي هي على اليمين فبالتالي تقدر أن تعدل صورتك بطريقة جدا احترافية وبالديتيلز يعني بأصغر التفاصيل وأصغر الأشياء إنزين ما ممكن ألغي الكومنت بس للشباب اللي كتبوا لي ما يصير ألغي الكومنت ف... اسم البرنامج لومينار الحين براويكم الصفحه براويكم كل شيء الكومنت ما يستوي الغي، انا رفعت صوره البرنامج اذا تشوفوا في اللايف الحين آه، رفعت صوره البرنامج للاعلى فحتى لو انت تكتب الكومنت الكومنت آه، المفروض انها ما تغطي على شاشه البرنامج تمام؟ فحاولت أن اسوي هذا الموضوع عشان انه ما يتاثر وقت الشرح وأنتم تستفيدوا بكامل آه، الشاشه. فإذا الوضع اوكي عندكم انا بكمل على هذا هذا المسار. واموركم ان شاء الله بتكون كلها طيبه طبعا هذا بشكل عام شاشه البرنامج وطريقه عمله وايش الاشياء اللي موجوده فيه انا بدخل صفحه البرنامج الحين براويكم الصفحه كيف شكلها ونفس الشيء ايش الاشياء اللي ممكن تحصلوا فيها وكيف طريقه شراء البرنامج تمام فانا بروح الحين بفتح لكم الصفحه هذه المفروض ان الصفحة تبين عندكم الحين طبعا الموقع موقع اسمه هذا skylam.com انا بكتب لكم اسم الموقع في الكومنتس بضيف لكم اياه زين أه بضيف لكم الرابط بالكامل أه ممكن تدخلوا عليه او ممكن مثلا أه اذا تدخل على موقع موقع سكايلم أه بيطلع لك أه البرامج الموجوده اللي عندهم من ضمنها برنامج اللومينار هذا هذا بيكون الرابط برسل لكم الرابط الحين بحطه في الكومنت ثواني بس اوكي فحطيت الرابط في الكومنت فبتشوفوه الحين طبعا من ضمن الاشياء اللي موجوده في في الموقع تفاصيل واتش فيديو فممكن انه تشوفوا تفاصيل على البرنامج كيف ادائه البرنامج تقدر تركب سحاب، نجوم، اورورا، طيور والى اخره من ضمن الاشياء وكلها بنشوفها ان شاء الله. البرنامج للعلم بس للناس اللي سالتني البرنامج شغال على الويندوز والماك نعم البرنامج شغال على الويندوز والماك بدون اي مشاكل واموره الى الان طيبه وما في تقطعات ما يتسكر اشتغلوا عليه بشكل جدا ممتاز شركه سكايلم. أه طبعا اذا تنزل تحت هنا كل الاشياء اللي ممكن ان تتعلموا منها أه كيف ممكن مثلا تركب سحاب كيف ممكن تغير السحاب أه كيف ممكن تعدل الوجه مثل اذا نشوف هذه الصوره الصوره هذه قبل وهذه بعد هذا كله بطريقه الذكاء الاصطناعي واللي حلو فيه انه ما ينعم الوجه بشكل جدا كبير وحتى لو صار فيه خطا ممكن نتعدله بس تسحب يمين يسار ويتعدل هنا ممكن انا اذا تشوف هذه الصوره ممكن اضيف السن ريز هذه اللي هي شعاع الشمس في اي مكان اريده بس اسحب وهو يعطيني اياه بزمان اللي استخدم فوتوشوب من زمان كان في برنامج بلجن اضافه تسوي لك هذا الشيء الاضافه فقط تسوي هذا الموضوع الحين هذا برنامج متكامل يسوي لك كل هذا في مكان واحد وهذا بشكل عام انه كيف يبدا الامور اللي موجوده في البرنامج وكيف ممكن انك تتعلمها او الاشياء اللي موجوده فيه فاذا اروح فوق بضغط على كلمه باي ناو فاللي حلو في البرنامج انه ما في سبسكربشن يعني ما يشل كل شهر ممكن تدفع مره واحده وبالتالي يخصم من من عندك ويشتغل عندك دائما ويكون في تحديثات المفروض انها على طول وما يكون في مشكله فأنا أنا بدخل الحين على الـ الـ, الـ, الـ buy now. أشوفه شوي بطيء بس أعطوني شوية لحظة خليه يفتح. يلا عاش. البرنامج أو الموقع شوية بطيء، ما أعرف إيش فيه. أوكي الحين فتح. هنا عندي بعض الامور اللي هي طريقه الدفع ونفس الشيء الاشياء اللي نحصلها فيه مثلا اول واحد فوق تقدر تشتري البرنامج مع اضافه فيه بعدين هنا تقدر تشتري البرنامج مع اضافتين هنا تقدر تشتري البرنامج مع مع اكثر من اضافه مع برنامج اخر انت تختار طبعا هذا اذا تريد الاوفر او لا فممكن مثلا تستخدم هذا الشراء اول واحد فوق زين والمفروض انه يكون في عندنا مكان واحد اللي هو بس تشتري البرنامج فانا اضغط على باي ناو وبعدين يعطيني صفحه اللي فيها الدفع الصفحه اللي فيها الدفع انا بكتب لكم الكود اللي ممكن تستخدموه فهنا طالع لي بالربيه ما اعرف ليش على العموم المفروض يطلع عندكم بالدولار فهنا تحط هذا تشوفوا هذا المكان نحط بروموشنال كود اضغط عليه اضغط الكود هذا هو الكندي تمام بس اتاكد من الكود لان حبيبنا اعطاني الكود اليوم فبتاكد منه ان شاء الله وبعطيكم اياه ثواني اوكي الكود بيكون بهذا الشكل أم. ال كي. تمام؟ أنا بضيف لكم الكود الحين في المكان شو اسمه عندكم البتاع فبضيف لكم الكود هذا كود الخصم زين؟ رسلت لكم كود الخصم وعلى طول بس أنت تحط الكود هذا وبيبين عندكم إن شاء الله أول ما تسوي الكود بيعطيك التخفيض وبعدين كمل عاد العملية فممكن أنك تدفع بالبيبال ممكن تدفع بالبطاقه الائتمانيه او بطاقه البنك وبكذا على طول تقدر تشتري ويبقى عندك هذا بشكل عام كيف تشتري وعلى طول بيوصلك ايميل ورابط التنزيل تقدر تنزله وتثبته للعلم بس عشان اذا ارجع هنا للكام الثاني للعلم بس البرنامج شغال ولما تثبته اذا ما ثبت في الفوتوشوب واللايتروم لانه ممكن يشتغل كبلجن في الفوتوشوب واللايتروم كاضافه داخليه داخل او اضافه خارجيه داخل برنامج الفوتوشوب اذا ما تسجل من ضمن البرنامج من داخل تروح في الضبط وتسوي انستول للفوتوشوب واللايتروم كذا يشتغل اذا تريد برنامج انك تشغله فقط داخل اللي هو تشغله بنفسه يعني مستقل تقدر تسوي هذا الموضوع ما ضروري تشتغل على الفوتوشوب uh, او اللايت لكن بشكل عام تقدر تسوي هذا الموضوع اذا تريد uh, عندك هذه الامكانيه عذرا بس هنا زحمه عندي واجد برامج شغاله في نفس اللحظه. فعندك هذه الامكانيه وممكن انه ترتب امورك بهذا الشكل. زين هذا اذا تريد uh, تشتغل في البرنامج كبرنامج مستقل. فاذا روح على صفحه البرنامج الحين بعد ما نزلنا وخلاص وثبتنا، التثبيت جدا سهل، تنزل نكست 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 انستول انستول وخلاص خلص امورك ما يحتاج تسوي اي شيء يشتغل على الماك وعلى الويندوز وعطيتكم كتبت لكم الرابط وكذلك راويتكم من وين تشتري وبنفس الوقت من وين تحط كود الخصم اي واحد يشتري اذا عقب البرنامج يخبرني بعدين اشترى واستخدم الكود ما تريد تخبرني على راحتك على العموم بامكانك انك تستخدم هالكود وتستفيد من الخصم اذا حبيت انك تاخذ فبرجع الحين على البرنامج الحين بشرح الاليه اللي موجوده في البرنامج لان هذا موضوعنا الاساسي فالبرنامج الله يسلمكم بهذا الشكل مثل ما ذكرت يسار عندك الصور فاول ما تسحب الصور ممكن تسحب من هنا فايل وتسوي امبورت ايمجز تو فولدر ولا اد فولدر يعني ممكن انك تاخذ الفولدر بشكل فعلي بالكامل او ان مثلا تاخذ الصور او انك تسحب الصور من والى من دستوب مثلا الى البرنامج، وبكذا بيبين عندك وتقدر على طول تشوف الصور كلها اللي منسحبه، اذا تشوف هنا فوق مكتوب عندك لايبراري هنا عندك آه تريد تشوف كل الصور اللي موجوده ولا تريد تشوف الصور الاخيره اللي سحبتها، اذا تضغط هذه سنجل ايميج ايديت بتشوف الصور الاخيره اللي سحبتها. يمين عندك بعدين اديت فتضغط عليه براويك فقط الاشياء اللي فيها اعدادات آه تعديل. انا بفتح احد الصور مثلا هذه الصوره بفتح الصوره بسوي قبل وبعد بس اراويكم الاشياء اللي انضافت في الصوره هذه قبل انزين وهذه بعد هذه قبل وهذه بعد انا بسوي شويه زوم عشان يبين عندكم خليني اراويكم بس ايش اللي صار في الصوره وايش الاشياء اللي انضافت وشوفوا كيف انه الطريقه هذه جدا سهله وبشكل آه يعني سريع جدا فانا اشوف هذه قبل بعد شوفوا هنا عندي يقسم الصوره نصين وممكن اشوف ايش اللي صار بالضبط طبعا الطريقه جدا سهله للاضافه فانا بروح اسوي ريست بعيد كل الاعدادات وبراويكم بالضبط ايش الاشياء اللي ممكن نسويها مثلا في هذه الصوره هذه الصوره جدا سهله لان السماء اصلا يعني صافيه لون ازرق ما في اي شيء وجدا سهل التركيب فيها حتى في الفوتوشوب تقدروا تسوي هالموضوع لكن خلينا نشوف في هذا البرنامج فانا بروح الحين على اليمين آه عندي اعدادات كثيره، واحده من الاعدادات اللي هي على اليمين هنا عندي تشوفوا شكل الشمس هذا، بعدين شكل الثاني اللي هو مكتوب شكل هذا البلت مال التلوين، فعندنا هنا شيء اسمه كرييتيف بضغط عليه اول ما اضغط كرييتيف بيطلع لي عده اعدادات آه موجوده، اول واحد اسمه اي اي سكاي ريبليسمنت، اي اي سكاي هذا ايش فكرته؟ انا يستخدم ذكاء الاصطناعي عشان يبحث او يقصلكم الصوره بطريقه تلقائيه. وفي نفس الوقت يغير لكم السماء ومن ضمن الاشياء اللي موجوده عدد كبير من شكل السحاب فاضغط عليه اي اي سكاي بعدين عندي عده خيارات الخيار الاول طبعا بيكون سكاي سلكشنز فهنا يقول لك ان اختار الشكل اللي تريده فبضغط سكاي سلكشن عندي كل هذه الخيارات فمثلا بضغط على الصوره او على اي شيء ثاني موجود من هنا مثلا اذا اريد بلو سكاي مثلا لان السماء اصلا زرقاء والوقت ظهر آه فبضغط على بلو سكاي 3 مثلا شوف اعطاني على طول التاثير وفي نفس الوقت بدل لي اللون اللي في الامام هذا من الاشياء الذكيه اللي موجوده في البرنامج ففي شيء هنا خاصيه اسمها ريلايت سكين او ريلايت سين سوري آه تعرفوا الثقافه ما انجليزيه على العموم آه ريلايت سين آه هذه ايش فكرتها انه يشوف الاضاءه اللي موجوده هنا تحت ويحاول يعطيكم نفس الاضاءه اللي موجوده من السحاب، فبالتالي انت ما بتخسر اللي هو الشكل الامامي اللي هو من هنا وفي نفس الوقت الشكل الخلفي هو والامامي بيكون فيهم توازي بالنسبه للضوء، فاذا انا اسحب مثلا هذا الريلايت سين اذا مثلا ما عجبني ممكن اسحب ل 100% وايش بيسوي هو؟ بيعطيك الاضاءه الصحيحه لشكل السحاب اللي جابه. فبروح بختار سحاب ثاني مثلا بروح احط أه خلينا نروح سنسيت ممكن ممكن نحول الصوره الى صوره يعني على المغرب بدل هي الصوره مصوره الصباح فبضغط على سنسيت اول ما اضغط على سنسيت شوف ايش صار اعطاني السحاب هذا واعطاني نفس اللحظه الاضاءه اللي موجوده اذا نشوف بس قبل وبعد شوفوا قبل وبعد كيف اعطاني الاضاءه غير لي الاضاءه اللي موجوده في الرمل وعطاني اياها بنفس الشكل اللي جاي من السحاب فاذا اسحب مثلا اقلل الري لايت سين يرجع لي الضوء اللي موجود قدام اذا رجعه ب 100% انا شفت انه 80 70 اشوفه جدا مناسب ومرات حتى في بعضهم 100% يعطينا شكل جدا ممتاز ونفس الوقت ما يبين انه انت شيء انت شي ضفته فهذا واحده من الاشياء القويه الذكيه اللي موجوده في البرنامج. طبعا عندي عده امور هنا ممكن مثلا هذه هورايزن بلندن ممكن اسحب يمين او يسار هذا ايش يسوي يحاول انه يدمج خط الافق هنا فبالتالي بتشوفوا صوره السحاب وخط الافق اللي موجود في الصوره يقرأ بشكل تلقائي انت ما يحتاج تسوي شيء سكاي جلوبال هذه ممكن نفس الشيء يقص لكم ويعطيكم تعديل كامل للسحاب وبكذا يكون شغلكم واجد مضبوط انا شفت بشكل عام التلقائي يسوي لكم يسوي لكم شغل زين لكن في حال انه بغيتوا تعدلوا تقدروا تعدلوا وعندنا بعد Advanced سيتنجز فاذا اضغط على Advanced سيتنجز هنا اقدر اعدل بعد نفس الشيء اشياء كثيره مثال بسيط بس بسوي بس زوم هنا آه السكاي عندي بهذا الشكل ممكن اسوي سكاي ديفوكس فاول ما اسوي سكاي ديفوكس يعطيني آه يشيل الفوكس عن السماء او السحاب هنا برجع بسوي فت سكرين يشيل الفوكس ويعطينا بهذا الشكل، شوفوا حتى يراويكم انه التعديل اللي سواه او القص اللي سواه الدمج سواه بطريقه جدا ممتازه، فانا برجعه بسوي صفر عشان نحريده بهذا الشكل، كلوز آه جابس في حال انه عندنا هنا جابس انا ممكن اسوي هالموضوع، سكاي لوكال نفس الشيء ممكن اعدل بعض الامور اللي موجوده في السحاب، وهنا عندي بشكل كامل نفس الشيء ممكن اتحكم بالاكسبوجر يعني الاضاءه العامه شوفوا مثلا كذا. ممكن انقصها ممكن ازيدها بعدين عندي اللون تمبرتشر فممكن مثلا اخلي 100% يكون غروب وهنا ممكن مثلا انقص الضوء او ازيد الضوء عشان يعطيني شكل مثل ما انا اشوفه مناسب لي على العموم هذا بشكل عام الاشياء اللي ممكن تسويها طبعا هذه الصورة مثل ما ذكرت الصورة جدا سهلة خلينا نشوف اذا ممكن اضيف مثلا جالكسي فممكن اضيف درب التبانة مثلا هنا نشوف هذا الشكل يعطيني درب التبانه وغير لي اللون آه اللي هو للرمل. ونفس الشيء بروح بس بختار اي شيء ثاني بس عشان اراويكم الاعدادات والاشياء اللي موجوده فيه، وبعد كذا ممكن نشتغل بالصور الثانيه. نشوف هذه الصوره مثلا اعطانا الوان جميله جدا وقص لنا السحاب بشكل جدا او السماء بشكل جدا جميل، واعطانا الالوان انعكاسها في الرمل. فانا ممكن عاد اعدل يعني شوفوا مثلا أرجع الضوء، ازيد الضوء، اغير المكان مثل هنا. ازيده طبعا فهنا ممكن اسوي امور جدا كثيره موجوده كلها في البرنامج في هذا المكان فاقدر طبعا اعدل الماسك في حال انه صار في اي خطا ممكن نفس الشيء اعدله هذا بشكل عام اللي هو طريقه التعامل مع هذه الاعدادات انا بفتح اي صوره ثانيه بس براويكم بطريقته في الدمج حتى في الصور اللي هي واجد صعبه اللي فيها مثلا اشجار اللي فيها اشياء كثيره متداخله في الصوره فبفتح مثلا خلينا نفتح هذه الصوره لان الصوره فيها اشجار وشويه صعبه فتشوفها حتى لما انا اسوي زوم حتى لما اسوي زوم على الصوره يراويك انه قص الشجر بطريقه جدا جميله صح انه فيها يمكن اخطاء جدا بسيطه حتى ما تبين فانا بعيد هنا هذه الصوره أه لما ضفت السحاب وهذه الصوره بدون سحاب تمام هذا بشكل عام الشكل اللي قبل وهذا بعد، أنا بسوي ريست بعيد كل الاعدادات بروح على سكاي سلكشن وبختار أي شيء من ضمن الأشياء اللي موجودة هنا فمثلا برايت سكاي 1 مثلا أسوي برايت سكاي 1 شوفوا على طول غير لي وأعطاني آه سكاي مختلف وهكذا بالنسبة للأشياء الثانية آه يعطينا سكاي مختلف شوفوا أسوي زوم راويكم السكاي هذا اللي ضفته شوفوا ورا الشجر حطالنا آه السحاب وما مبين ابدا انه في دمج هذا من ضمن الاشياء اللي واقد قويه موجوده في البرنامج شفتوا كيف سريع بضغطه زر هذه صوره عالية الجوده آه ويعطينا شغل واقد ممتاز طبعا هنا عاد ممكن اضيف واقد اشياء وللعلم بس آه شفتوا المكان هذا سكاير آه السكاير بليسمنت اول ما اضغط على هذا المكان عندي حاجه اسمها لود كاستم سكاي ايمج فاذا عندك انت صوره سحاب مثلا انت عاجبت انك او تريد تركبها او انت مصورنها تقدر تضيفها من هنا والبرنامج بيحاول يسوي شغله وهنا نفس الشيء ممكن تسوي داونلود نيو سكايز ونفس الشيء هم يحاولوا انه ينزلوا بشكل دائم عندهم شكل سحاب جديد وكذا بتقدر تضيف والمكتبه تكون عندك بشكل افضل واكبر يعني. هذا بشكل عام كيف ممكن تستخدمه طبعا تشتغل مثل ما ذكرت على برامج كثيرة وعلى صور كثيرة وعلى آه أفكار كثيرة فإذا هذه الصورة مثلا نشوفها نفس الشيء ركبت لها سحاب الصورة الأصل بهذا الشكل ما فيها أي شيء وبرايت بشكل كبير هنا ضفنا السحاب وضفنا شكل آه اللي هو وتغير اللون وفي نفس الوقت ضفنا الطائرة ف. في احد الادوات الجديده اللي موجوده في البرنامج طبعا نسخة الحين رقمها 4.2 آه ففي امر جديد موجود في البرنامج اذا نشوف الصوره بس قبل بعد هذه الصوره قبل بعد في امر جديد في البرنامج اسمه اي اي Sky سكاي هذا ايش عندك اشكال موجوده داخل البرنامج انت تجي تدمجها مع الصوره فهذه نفس الشيء تقدر ترتبها تقدر تغير لونها فقط تقدر تحطها في مكان معين تزيد تأثير وإلى آخره فإذا أضغط على الصورة هذه خلينا نسوي ريست بالكامل سويت ريسيت بالكامل فالحين أشوف عندي الأعدادات اللي موجودة فمثلا نشوف هذه الصورة عندي مثلا مكتوب أورورا 1 بيردز 1 كلاود 1 والى اخره هذه من المسميات من الاعدادات اللي موجوده الاشياء اللي ممكن تستخدمها فبضغط على مثلا اورورا 1 بنشوف ايش بيصير في الصوره الاضاءه شويه باهته او عاليه هنا فما يصير خلينا نشوف الصوره اللي بعدها او من ضمن الخيارات الثانيه مثلا نشوف فاير ووركس بلين 1 مثلا الظاهر بطيء شوي بس ثواني اوكي خلينا نروح على البلين مرة ثانية اوكي فبس براويكم ايش صار بالضبط عشان تعرفوا في حالنا صار لكم هذه المشكلة آه انا ضغطت على البلين 1 لكن كان آه صورة الطائرة او الشيء اللي انا بغيت اضيفه كان موجود خلف البنايه لانه هو ايش يسوي؟ يقرا التفاصيل اللي موجوده في الصوره ويحاول يضيف لكم شيء في الخلف فبس ضغط على البليس اوبجكت وتاكدت اني ضفت وتاكدت ان, إن الاماونت 100% عشان يعطيني قوه تاثير هنا بسحب البلين شوفوا تجيب من الخلف خليني أسوي زوم بس عشان اراويكم ايش قاعد يصير بالضبط شوفوا الصوره او الدمج صار بهذا الشكل في الخلف انا اسحب شوف ارجع هنا يضيف لكم بشكل تلقائي وحده يضيفها في الخلف فشيء جميل وجدا ممتاز فمثلا بكبر هذا ممكن احط البلين هنا ممكن احط بلين رقم اثنين اللي كنت انا انا لنا حاطنه هذا مثلا شوفوا هنا ممكن احط البلين بنقص بس عشان ارايكم بالضبط كيف يطلع او الصوره كيف تطلع فالحين عندك البلين رقم اثنين انا اخترت وهذا ممكن ازيد اللايت يعني انقص اللايت او, او, او ازيده في حال انه يحاول يجيب لي الاضاءه اللي موجوده من الصوره بالاصل الى صوره الطائره وهنا عاد ببدا ازيد اشياء اللي حلو فيه انه ممكن يكون كنا طبقات يعني طبقه بس حال طائره طبقه ثانيه بس حال سكاي بليسمنت فبروح على سكاي بليسمنت بختار احد السحب اللي موجوده فمثلا برايت سكاي 2 مثلا بختار هذا شوفوا على طول غير لي قص لي الصوره خلينا نسوي زوم عشان تشوفوا ايش صار بالضبط وغير لي السحاب شوفوا ايش صار حط لنا الطائره في مكان وحط لنا السحاب في الخلف ونفس الوقت القص جدا ممتاز وما صار اي شيء في في البنايه فهذا الشيء جدا جميل وعجيب من ضمن الاشياء اللي موجوده في البرنامج هذا بشكل عام كيف ممكن تستخدم الاوكسمنتد أه سكاي وايش الاشياء اللي ممكن تضيفها، طبعا امور كثيره موجوده عندنا وممكن تسوي رينبو اللي هو قوس قزح، ممكن تسوي قد اشياء كثيره جبال أه اذا بغيت تضيف في الصوره والى اخره، هذا طبعا الاشياء شوفوا مثلا هاي الصوره أه الحين انا ضفت جبل في الخلف طبعا من الجبال المقصوصه اللي موجوده واللي جاهزه. فممكن حتى ابدا اسوي تركيب صوره جديده يعني هنا جبل وهنا سحاب وهنا شكل البنايه فالحين ممكن حتى ابدا اضيف اشياء ثانيه ممكن اضيف طيور ممكن اضيف شمس قمر والى اخره من ضمن الاشياء اللي موجوده هذا بالنسبه لل AI اي سكاي ريبليسمنت والاي طبعا الحين اشتغلت بشكل سريع جدا بس رحت ضغطت ضغطات زر يمين يسار عدل بعض الامور البسيطه جدا وطلعنا بشكل جدا افضل من الصورة ما هي. يعني البرنامج هذا وش يسوي لك؟ يرتب لك الدمج يخلي لك تعدل صورتك وفي نفس اللحظه تطلع بشكل جديد واذا في صور عندك ما حلوه كثير ممكن انك تستخدم هذه الطرق عشان انك تنقذ الصوره او تعدل الصوره. بروح على صوره ثانيه بس براويكم الامكانيات والاشياء اللي ممكن نضيفها مثلا هذه الصوره اللي تشوفها قدامكم. هذه الصوره اريد اضيف اضاءه معينه هنا مثلا تضرب على الشخص واغير هيئه الصوره بالكامل طبعا الموضوع جدا سهل فبتروح على السن هذا اللي موجود هنا بعدين تضغط على بليس سن آه هذا سنتر بيجيب لك هذه النقطه بيراويك ان السن هذه بيكون موجود او يبدا من هنا اللي هي الشمس او اشعاع الشمس بروح وبزيد الاماونت هذا الاماونت اللي هنا عندي ممكن انقص الاماونت او ازيد خليني ازيد واجد بس عشان يبين عندكم فالحين ممكن عاد احطه في مكان معين ممكن احط هنا يعطيني على الجانب ممكن احط على الجانب هذا فتشوفوا مثلا ممكن اقول للبرنامج انه يعطيني الاضاءه كان جايه من خلف الجبل وتكون على على ممتده للشخص فبيعطيني صوره شويه مختلفه وابدا الحين ابدا اعدل فيها فمثلا اذا اريد ازيد قوه تاثير للشمس ممكن اسوي أه اللوك مال الشمس ممكن شوفه ازيد او انقص بشكل عام للصوره بالكامل اللينث اللي هو طول السنريز فمثلا خلينا ازيده بس عشان يبين عندكم بشكل أه اوضح وهنا نفس الشيء الانتشار وكيف يلف او كيف الـ 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 الاضاءه نفسها تلف فممكن اسوي ذا الشيء وبيعطيني مثلا هنا خلينا نقول بهذا الشكل هذا الشكل اشوفه جميل وابدا عاد اعدل في الصوره مثل ما انا اريد فمثلا بروح للدراما بقدر مثلا ازيد شويه اغير لون الصوره شويه اقدر ازيد جلو مثلا هنا اقدر ازيد توهج في الصوره اقدر ازيد فوق مثلا هنا ممكن يكون في الفوق هذا ممكن يزيد في الصوره او نقصه واقدر اسوي واجد اشياء في الصوره اذا اريد اعدل زياده في الصوره بروح على هذا اول خيار هنا وعاد عندي الاعدادات اللي هي اقدر اعدل فيها مثلا عندي لاندسكيب انهانسر فمثلا ممكن ازيد اغير لون الصوره شوفوا اعطي لون ذهبي في الصوره اذا اريد مثلا اعدل بس الكلر اروح على الكلر هنا ازيده مثلا ساتوريشن او نقصه وعندي اعدادات كثيره موجوده في البرنامج هنا ممكن اللي متعودين على برنامج اللايت روم هنا ممكن اعدل كل لون على حده كله موجود وين في مكان واحد وكله تحت منيو واحد فما تضيع ابدا في الاستخدام بس عليك انك تسحب يمين يسار وتتعود على البرنامج وبكذا توصل لتعديل واجد ممتاز في الصوره. وهذا من ضمن الخيارات اللي موجوده، طبعا ممكن احول الصوره ابيض واسود، ممكن اعدل امور كثيره في الصوره، هذا بشكل عام انا كيف بس اضغط على الشيء اللي اريده والشيء ينضاف عندي وتتعدل الصوره. بروح بفتح احد الصور اللي هي تختص بالوجوه، مثلا عندي صورتي هنا. آه خلينا نطلع صورتي من عشان ما تشوفوا حسين اكثر من مره. فعندي الصوره هنا آه مالك ذاك منتسق زين؟ فبسوي شويه زوم خلينا نشوف هنا عشان نشوف الاعدادات تمام؟ آه بتشوف الشكل بشكل اوضح زين؟ فمثلا عندي هنا في عده خصائص موجوده في البرنامج اللي ممكن تعدل الوجوه، الناس اللي تعدل الوجوه كثير بتحب آه بتحب هذا الموضوع لانه كله بضغط الزر طبعا للي يعرف واللي استخدم انا قبل عملت برنامج او اضافه داخل الفوتوشوب تقدروا تنظفوا فيها الوجه باستخدام الفرشاه وفي طبعا اشياء كثيره موجوده في البرنامج اللي انا عملته الفوتوشوب طبعا هذا البرنامج يختصر وقت جدا كبير ويعطيكم اعدادات جاهزه وكلها بضغط الزر فبروح انا بضغط على الاداه اللي هنا اسمها بورتريت بضغط على البورتريت اول ما اضغط على البورتريت عندي عده امور طبعا انا ممكن اعدل او اعمل ثيم يعني اضغط على اللي موجود هنا تحت واضغط بورتريت يعطيني من الثيمات الجاهزه فمثلا انا بضغط على احد الثيمات الجاهزه بس اراويكم ايش يسوي بالضبط فبروح وبضغط مثلا على هذا اي اي فيس انهانسر اي اي فيس انهانسر يسوي يضعف شويه يطلع الشوائب اللي في الوجه الحبوب اللي عندكم هنا بشكل تلقائي يشيلها يعني انت ما يحتاج ابدا تسوي شيء وفي نفس الوقت ينظف الوجه بضغط عليه براويكم ايش يصير بالضبط اول ما اضغط ياخذ وقت جدا بسيط الصوره للعلم رو وشوفوا كيف جدا سريعه وايش اللي سوى بالضبط في الصوره فالناس اللي متعوده تعدل اه كثير بطريقه اه لومينستي ماسكس او انه مثلا بطريقه اللي هي معروفه كثير للتعديل هذا يسوي لكم شيء شبيه وفي نفس الوقت كله بضغطه زر فبشوف قبل بعد قبل بعد نظف لي الوجه تمام نحفني شويه رجعني كمين سنه ورا رجعني شويه شباب ما صبغ للشعر للاسف على العموم سواء الشغل كله بدون ما يمس العين بدون ما يمس الفم بدون ما يمس اي شيء ثاني فقط المنطقه هذه والمنطقه اللي في فوق في الجبين فهذا مثلا قبل بعد شوف كيف يراويكم الشكل بالكامل اذا ما نريد نسوي هذا الموضوع طبعا عندي اعدادات جاهزه اذا ما اريد هذا الموضوع بسوي ريست انا بروح بضغط على اي اي سكن انهانسر وعندي اي اي بورتريت انهانسر هذا الشيئين صاروا الحين افضل في النسخه الجديده وصار التعديل فيهم جدا آه يعني جميل فبروح بضغط على السكن الاي اي سكن انهانسر بس بسحب يمين ما بسوي اي شيء ثاني بسحب يمين مثلا بحط 50 شوف على طول عدل لي الوجه انا ما سويت اي شيء ثاني بس سحبت هو بشكل تلقائي يقرا هو يقرا العين يقرا الفم ما يحتاج تسوي اي شيء انتم تمام فاذا رجع صفر عشان تشوفوا قبل هذا قبل عندي خاصيه اسمها اي اي سكن ديفكتس ريموفل فالديفكتس هي الاشياء او الشوائب اللي موجوده في الوجه فبضغط عليها بشوف ايش يسوي بالضبط عشان اراويكم من البرنامج واجد قوي بضغط اي اي سكن ديفكت شوفوا هنا في المنطقه شال لي الشوائب اللي هنا شوفوا هذا قبل بعد قبل بعد كله بضغط الزر يعني عملنا باتش تول او كلون ستام تول الناس اللي متعودين يستخدموا الفوتوشوب واللايت هذا بشكل تلقائي عملنا هذا الشيء، ما يحتاج تسوي اي شيء ثاني. فالناس اللي تعدل بسرعه بامكانكم تستخدموا الموضوع، والبرنامج يستقبل يعني عشرات ومئات الصور ممكن تعدلها في نفس اللحظه وتسوي نفس التعديل على كل الصور، فالناس اللي متعودين على اللايتروم بنفس الطريقه يشتغل، فانا بسوي مثلا هذه سكين ريموفل او شاين ريموفل، هذا وش يسوي؟ يشيل لك الـ الـ الاشعاع او الانعكاسات اللي موجوده في الوجه اذا كان فيه هنا بزيد الاماونت شويه بس اراويكم اللي سويته قبل شويه اللي هو لتنظيف الوجه هذا نظف لي الوجه بروح على بورتريت انهانسر هنا عندي عده امور طبعا آه فيس لايت فممكن مثلا يزيد ضوء على الصوره او على الفيس نفسه هنا عندي اذا كان في ريد اي اللي هو آه شو اسمه آه الليت الاحمر اللي موجود آه او العين الحمراء آه وعندنا نفس الشيء الايت آه Whitening فبشكل تلقائي وحده ويش يسوي؟ ينظف العين من داخل شو؟ شال الاحمر اللي موجود داخل، انهانسر فهنا ممكن يضيف لي لمعه داخل العين بدون ما تسوي اي شيء انتو بشكل تلقائي هو يضيف لك اللمعه، طبعا بنقص بس الوايتنج عشان ما اطلع كني قني. أه وعندي سليم فيس فاضغط عليه بنقص الوجه شوف اعطاني أه تنحيف بشكل تلقائي وأنا ما أحتاج أبدا أسوي شيء وما خرب علي الخلفية اللي موجودة في الصورة. Enlarge uh, ايز في حال بغيت أكبر عيني شوية تمام فممكن أسوي ذا الموضوع خلينا أكبر عشان تشوفوا uh, الشيء اللي ممكن أسويه طبعا خسفت وجهي شوية لكن يلا ما مشكلة عشان خاطركم بس إنزين uh, عندي improve eyebrows نفس الشيء ممكن أعدل اللون اللي موجود هنا. تمام اللون الاسود وعندي بعدين عده امور فممكن الون الشفايف ممكن اسوي تيث وايتنينج كلها بشكل تلقائي بس حب يمين يسار امورك كلها تكون طيبه عندي بعض الخيارات الثانية اللي هي اورتن افكت، اورتن افكت هذا معروف كثير ومشهور كثير من زمان الناس اللي يستخدموا ال برنامج الفوتوشوب وانا اصلا ضايفنا في في البانل اللي انا مسوينه حال الفوتوشوب، لكن هنا عندك بشكل تلقائي فتروح تختار التايب تسحب يمين اول ما تسحب يمين يعطيك لمعه فبنشوف مثلا انا برجع الصوره مثل ما كانت فبنشوف هنا مئة بالمئة فهنا قبل بعد قبل بعد اعطانا لمعه نظف لنا الوجه كبرنا العين كله بس اسحب يمين يسار ولما اعمل زوم شوف التاثير او التفاصيل تبقى مثل ما هي خلينا نعمل زوم بالكامل شوف الوجه مثلا خلينا بالمكان شوف الوجه الحين التفاصيل باقية مثل ما هي الوجه ما متأثر كثير فمعناته إن الشعر باقي والأمور الأساسية اللي موجودة في الصورة باقية فامورك كلها طيبة بتكون لتعديل الوجه وكله بضغطة زر تسحب بس يمين يسار وكل شيء يتعدل مثل ما أنت تريده هذا بالنسبة للبرنامج وطريقة عمله آه البرنامج جدا ممتاز 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 بشكل جدا كبير و يعني اتمنى انكم تستخدموه وتنزلوه او تشتروه من من موقعهم لانه بامانه يسوي لكم شغل عنيف وكله بس ضغط بس ضغطات زر فمثلا بفتح صوره ثانيه بس عشان طلعنا من البورتريه وخلصنا منها بفتح صوره ثانيه انا حولت صوره من صباح الى ليل وضفت فيها نجوم فكله بضغطه زر تسحب يمين يسار مثلا هذه الصوره اللي بتشوفوها الحين فهذه الصوره بتشوف هنا قبل وبعد هذا قبل وهذا بعد آه شوفوا كيف التعديل اللي سواه هذا كله واحدة ينقص الضوء خلينا اسحب هنا عشان تشوفوا ايش صار وحده ينقص الضوء وحده يرتب وحده يقص وحده يسوي كل شيء انتم ما تحتاج تسوي ابدا اي شيء طبعا في ناس يمكن بتقول انا ما عندي ما قريت التعليقات بس اكيد اكيد ناس بتقول هالموضوع انه آه في برامج في الهاتف تسوي ذا الشيء وكذا البرنامج هذا مثل ما ذكرت البرنامج يعطيك جوده جدا عاليه، البرنامج دائما يطوروا فيه ويجيبوا اشياء جديده فيه، البرنامج يعني جدا سهل وما يحتاج اشتراك سنوي وشهري وغيره، ونفس الشيء موجود عندكم في الكمبيوتر فيوم تشتغل على شاشه اكبر دائما افضل لك افضل من الهاتف، هذا بشكل عام كيف ممكن تستخدم البرنامج؟ طبعا في اشياء كثيره انا حاط بعض الصور اللي هي يعني سبق و مثلا قاس اقربها في البرنامج فمثلا هذا قبل وهذا بعد هذا قبل هذا بعد ايش سويت اعطيت لمعه بس عشان يعطي أه عشان يعطي كذا تعبير معين في الصوره زدت هنا الاشعاع الشمس اللي اللي من ساعه سويته في الصوره اللي قبل وبكذا اقدر اسوي واجد اشياء كلها موجوده في صوره واحده فهنا عندي مثلا هذه الصوره ممكن الحين عاد اذا ما اريد اختار من ضمن الخيارات اللي انا اخترتها قبل وما اريد اعدل فيها طبعا انا ما بقدر اشرح البرنامج بالكامل لأن في اعدادات كثيره لكن من ضمن الاشياء اللي موجوده هنا ممكن استخدم اللي هو البريسيتس او البروفايلات اللي موجوده الجاهزه فمثلا هذه الصوره ممكن استخدم اللايف ستايل فبروح وبختار اي لون من الالوان اللي موجوده هنا وبيعطيني على طول تعديل معين وفكره معينه بشكل جدا سهل ومن ضمن الخيارات اللي موجوده والجاهزه. فمثلا لاندسكيب ممكن اقرب لاندسكيب مثلا أوتومان كلرز فالحين بيعدل لي الصوره بيغير لي الالوان شويه. آه وهذا بنفس الموضوع يمشي على كل الصور مثلا هذه الصوره ايش سويت؟ حطيت لمعه فيها، مثلا هذا قبل هذا بعد قبل بعد. واعطاني لمعه جدا جميله في البرنامج آه وجدا سهله بس تضغط عليه ويسوي لك الشغل. فهذا بشكل عام البرنامج وكيف يشتغل، البرنامج آه جميل آه ويشتغل على يعني قربت عليه يمكن 50 60 صوره وبدون اي مشاكل وانصح انصح فيه وانصح باستخدامه. في طبعا ادوات كثيره موجوده فيه مثل ما ذكرت أه وادوات حتى المسميات أه مثل ما ذكرت بدايه التسجيل المسميات نفس مسميات الفوتوشوب فعندنا هنا فوتو فلتر بنفس الطريقه تضيف فلتر للصوره أه عندنا داجن بيرن فهذا نفس الشيء ممكن ان تعمل حرق وتفتيح هذا من ضمن الاشياء المطلوبه كثير أه لدى المصورين فتضغط على ستارت بينت وتبدا تلون وبعد كذا هنا يصير اضاءه وهنا يصير داركن وبيعطيك شغل جدا ممتاز ادفانس كونتراست Adjustable جريدينت اللي هو ممكن انا اضيف مثلا فلتر متدرج من الاعلى وبكذا يعطينا مثلا اضاءة منخفضة فوق او اضاءة عالية من فوق ونفس الشيء اسوي من من الاسفل فبكذا اقدر انا اوصل لتعديلات يدوية احترافية بالكامل او ان اريد استخدم الأشياء الذكية اللي موجودة في البرنامج طبعاً أنا ممكن أستخدمها آه وممكن آه أطبقها من داخل البرنامج في البرنامج إيش يصير الحين؟ يشتغل كأنه كأنه لايبراري اللي, اللي هو مكتبة صور كأنه lightroom البرنامج فيه أدوات ذكية آه يش يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يسوي لك الشغل البرنامج دائماً يضيف فيه أشياء جديدة البرنامج ممكن تتحكم فيه بشكل يدوي بالكامل ممكن تضيف فلاتر من عندك ممكن تضيف لاتس اللي الناس تستخدم لاتس اللي هو الاشياء اللي هي البروفايل اللي تركبها في الفيديو ممكن تضيفها هنا ممكن تسوي اشياء جدا كثيره كلها برنامج واحد واجهه جدا جميله أه، واخراج جدا بجوده عاليه هذا كله في برنامج واحد اتمنى بس اني وصلت الصوره لان انا كنت حاط بعض الـ 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 بعض السامبلز الثانيه بس لكن عشان الوقت لان عندنا ساعه واحده في الانستغرام وما ممكن نطول بعد كذا لان اذا طولت بينقطع البث. فهذا بشكل عام البرنامج والاشياء اللي موجوده فيه. اتمنى انكم تقربوه، اتمنى اني بس شرحته ولو بشكل زين مع اني تكلمت بسرعه لكن اعذروني على هذا الموضوع عشان عندنا هذه الساعه بس. وعسى ان شاء الله اني افدكم، الحين انا بقرا بعض التعليقات. في حال انا بغيتوا ان اسوي اي شيء آه وافيدكم باي شيء يخص البرنامج الحين بنسويه وبعد كذا عشان عندنا دقائق بسيطه وبعدين آه البث بينقطع تمام فقبل ان ينقطع البث بنفسه انا اشكركم على متابعتكم والحلقات القادمه ان شاء الله بحاول اغطي بعض الامور الثانيه ودائما بجيب لكم هذه البرامج الذكيه والجديده ونفس الشيء بحاول انه مره مره كمبيوتر مره تلفون بحاول اغير الفكره والشيء اللي انتم تشوفوه هنا قدامكم بسوي لكم ممكن نسوي مثلا بث لدرس معين طريقه تصوير معينه والى اخره هذا بالنسبه للافكار اللي عندي بس انا احاول انه لان انا وقتي شويه مزدحم وارجع من المغرب من الدوام وكذا فما دائما اكون موجود لكن نحاول نفيدكم باللي عندنا وننشر المعرفه باللي نقدر عليه مثل ما دائما اقول اذا عجبكم هذا البث ولا عجبكم اي شيء من المحتوى اللي قاعد اقدمه بارك الله فيكم نشروا عشان الناس الثانيه تستفيد انا اريد اكبر عدد يستفيد ما نريد زياده متابعين وكلام فاضي اريد اكبر عدد يستفيد هذه الفكره بس من الاشياء اللي قاعد نسويها ف اذا ارجع للتعليقات الحين بس اريد اشوف التعليقات وانتم ايش كتبتوا أه انزين، آه الكويت فيها كورونا، تو أنا ما فهمت وش قاعدين تكتبوا بس آه إذا تروحوا على اللي كتبته في ناس تسأل عن اسم البرنامج اسمه لومينار والنسخة هذه 4.2 تمام؟ على العموم ، ما أعرف إذا البث ، البث شكله انقطع لكن هذا بشكل عام اللي هو ، أعتقد كمل ساعة ، لا الظاهر في ناس انقطع عليهم بث أنا مخلص بارك الله فيكم وشرحت كل شي البث بيكون موجود عندكم لمدة أربعة ساعة وممكن إنه بعد كذا تشوفوا الفيديو وموجود بيكون ان شاء الله في برنامج اليوتيوب فممكن تشوفوا البث بالكامل تمام فاذا انقطع البث سامحونا عاد زين وضروري نخليكم الحين خلص مدة الساعة وما عندي أي شيء زيادة أقوله شرحت أغلب الأشياء اللي موجودة في البرنامج وطريقة التعامل فنخليكم الحين نرجع لكم مرة ثانية في بث آخر تصبحوا على خير مع السلام.